بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم ونجدد بكم التحية والترحيب من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان البصير، ضمن تحديات وفعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه. يشهد هذا الميدان أول انطلاقات هذا السن، وهو سن الحقائق، سن الصغار، وما أدراك ما سن الصغار، وهو الملقب بسن السرعة وبسن المفاجآت. ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته الشوط الثالث في مجمل أشواط هذا الصباح، وهو ثالث أشواط الحقائق من فعاليات هذا المهرجان. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وهنا شعارات حاضرة ومتوجة في ليلة البارحة تتحدى لانتزاع الانتصار، لانتزاع الناموس المميز في هذا المهرجان الغالي. نبدأ مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية، معك يا البريدي، مع سمو لعبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري، يقدم لنا سمو من تنطلق مع هذا المركز السامي، المركز الأول، مركز السمو، مركز المعالي، مركز المقدمة. هذه هي سمو، تسمو مع المركز الأول، تسمو مع انطلاقة الصدارة، تفتتح انطلاقة ونداء هذا الشوط. المركز الثاني، هنا الحضور والانطلاق من شعار بن عجب الحاضر والمتواجد مع فلك ناصر بن هزاع بن ناصر العجب الشهواني، يقدم لنا فلك مع المركز الثاني. أما الحضور والانطلاق مع المركز الثالث، يصل بن صوفان مع انطلاقة الذيبة، فهد بن ظافر بن عبد الهادي بن صوفان الحبابي يقدم لنا الذيبة مع المركز الثالث. المركز الرابع، هنا الحضور والانطلاق، هنا الحضور والانطلاق من روعة لخالد بن محمد بن سيف بن زعل النعيمي، يقدم لنا روعة مع المركز الرابع. أما المركز الخامس، وصل بن مسعود يتقدم الآن ويتقدم مع النويعس، جابر بن علي بن جابر بن حمد بن مسعود المري يقدم لنا النويعس الآن مع المركز الخامس. إذن حضورنا الكريم، مشاهدينا مستمعينا الكرام، هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز الأولى الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط، الشوط الثالث المخصص للحقائق البكار في مهرجان الأمير المفدى. يحفظه الله ويرعاه، من سعيد الحظ في هذا الصباح، من سيحصل على ناموس هذا الشوط؟ لكن بن عجب، بن عجب مع الصدارة، مع فلك، فلك مع المركز الأول، فلك مع الصدارة. الله يا ابن عجب، ابن عجب مع الصدار، لا زال متحكما بأمور الصدار، بأمور المقدمة. المركز الثاني، الله يا ابن صوفان، يصل الآن ويتقدم مع الذيب. المركز الثالث، هنا القدوم والوصول من شعارك يا ابن ذروة الحاضر والمتواجد مع سمو، وابن مسعود يتقدم الآن مع النويعس مع المركز الرابع. الكيلومتر الأخير، الكيلو المثير، يا اهل الحقائق، يا اهل البكار، يا اللي تبون الناموس. الله يا ابن عجب، وصلوا هالطلايب الان، اول الواصلين بن مسعود مع النويعس يحضر ويتواجد مع المركز الثاني. شعار الشوط الاول الرئيسي هذا هو يتقدم، شعارك يا ابن هامله يحضر ويتواجد مع ابها. الله الله، بن عجب مع الصدار، بن عجب مع المقدمه، مع فلك، فلك مع المركز الأول. معك يا ابن عجب، معك يا ابن عجب، الشوط معك يا ابن عجب. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الله الله،
المركز الأول فلك، فلك مع المركز الأول، المركز الأول فلك، المركز الثاني هنا شرف، ولكن بن مسعود، بن مسعود مع المركز الثاني، لكن بن عجب، بن عجب، بن عجب مع المركز الأول حتى هذه اللحظات، إنه يعس بن مسعود مع المركز الثاني، تحاول المحاولة الأخيرة، الله 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 الله، النويعس بن مسعود الشهواني اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، النويعس النويعس بن عجب اللحظات النهائية، فلك النويعس فلك النويعس النويعس وفلك، لكن بن مسعود بن مسعود بن مسعود، النويعس النويعس النويعس، سلام النويعس، سلام سلام بن مسعود، سلام، تهانينا واسعد الله صباحك. والأداء المميز مع هذا الانطلاق الرائع، المركز الثاني من وصلت وصيفة على ناموس هذا الشوط اللي ما قصرت حقيقة، فلك لناصر بن هزاع بن ناصر العجب الشهواني. أما المركز الثالث، ثالث المراكز، الشرف لسعيد بن علي بن سعيد البريص المريم.